نشبت عدد من الحرائق صباح ومساء الأحد في كل من الشحر وعيس بويش بالمكلا. وبحسب سكان محليون بالشحر فإن الحريق وقع بمنزل صباح الأحد مخلفا أضرار مالية بالمنزل. أما في منطقة العيس ببويش شرق المكلا فقد نشب الحريق في أشجار السيسبان، وسيطرت فرق الدفاع المدني على الحريقان وأخمدته. ويرجح أن الأسباب الفعلية للحريق ارتفاع الحرارة. وللمزيد حول انتشار الحرائق خلال هذه الأيام ينضم معنا العقيد صلاح بن هامل نائب مدير مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد معنا عبر قناة عاد. أهلا وسهلا فيكم، تفضل. أهلا وسهلا بك. الآن انتشار الحرائق بشكل كبير في الشحر وفي المكلا وفي تريم وفي معظم أرجاء حضرموت، ما الأسباب التي آلت إلى ذلك سيادة العقيد؟ طبعا نحن الآن في فصل الصيف، ونعلم أن فصل الصيف يعني ترتفع درجة الحرارة إلى ما بعد 40 درجة مئوية، تصل إلى 50 درجة مئوية، وهذا من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الحرائق على مستوى محافظة حضرموت. وكما تعلمون خلال هذا الأسبوع حصلت تقريبا أكثر من 5 حرائق في تريم. طبعا في حريق كان كبير في سوق الحنظل، وحصل عنا في المكلا بالأمس كان في حريق في مستوصف المدينة في منطقة الشرج. اليوم ما شاء الله عندنا حوالي 3 حرائق موجودة، 2 في الشحر وحريق المكلا. في الشحر اللي موجود الحرائق طبعا في بيوت، وأكثر أسباب الحرائق اليوم هذه بالذات هي نتيجة التماسات كهربائية خاصة المواطية والمولدات. جميل سيادة العقيد، ما هو دور الدفاع المدني في إخماد هذه الحرائق؟ كيف؟ سألتك ما هو دور الدفاع المدني في إخماد هذه الحرائق؟ كيف يتفاعل الدفاع المدني لإخماد هذه الحرائق؟ طبعا الدفاع المدني مصلحة تعمل على مدار الساعة خلال 4 ساعات، يعني توجد لدينا غرف للعمليات في كل في مدينة المكلا وفي مدينة الشعر وفي مدينة غلبة وزيادة. هذا خاصة على طاقة ساحل حضرموت. عندما نتلقى البلاغ من المواطنين أو من غرفة العمليات أو من أي مواطن على صور عناصرنا يكونون جاهزين للتحرك إلى هذه المواقع ويقدمون العون وفي إطفاء الحرائق إنقاذ المواطنين إخلاء المواطنين من البيوت وكذلك الإيواء وما إلى ذلك. جميل. سؤال أخير قبل أن أختم معك هذا اللقاء، هل هناك وفيات من هذه الحرائق؟ هل هناك أضرار جسيمة خلفتها هذه الحرائق؟ طبعا الحمد لله أولا على سلامة البشر، لحد الآن ما فيش يعني معانا أي إصابات كبيرة، وفي المكلا كان في إصابات طفيفة من الدخان. في هناك خسائر مادية أكثر شيء اللي حق، خاصة اليوم في الشهر ما شاء الله يعني تقريبا في بيت المواطن له معرفة تكون واحد من دغري خسائر طبعا الدور الثاني كامل تقريبا، وفي بيت ثاني برضه في الشعر أيضا في حي الفلان احتراق اليوم معطور 8000 شمعة. تقدر هذه الخسائر فادحة في حق المواطنين، ونتمنى يعني من المواطنين أخذ الحيطة والحذر خاصة، ونحن نحذر يوميا على طفلنا خاصة في موضوع جائزة الأحمال والرابط العشوائي في الأسلاك، كذلك كذلك قلنا لك عرضات الأسلاك. أحيانا المواطن ما يأخذ بمفهوم الأمن والسلامة، كثير من المحال التجارية تلاقيها ما عنده وسائل الأمن والسلامة، يعني لا أسطوانات لإنقاذ الحرائق ولا عندهم خراطيم خاصة المشاريع الكبيرة أحيانا تكون، وهناك في زي ما تقول فجوة بينه وبين إدارة الأشغال العامة، خاصة المشاريع الكبيرة هذول يكون يمروا عبر الدفاع المدني حتى يعطون بعض الإرشادات في عمليات الأمن والسلامة. جميل. العقيد صلاح بن هامل نائب مدير مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت،
كنت معنا من المكلا، شكرا جزيلا لك.